أنا ما عندي قصة نجاح ولا عندي براءة اختراع، بس يمكن عندي حلم بريء، براءة تشبه مشاعرنا الأولى قبل ما يتكدس عليها حكي الكبار، سوالف السياسة والانتماءات الجانبية وصعود الهوية الفرعية على حساب الهوية الوطنية، اللي عندي شيء نقدر نسميه براءة أمل. والأمل مو يعني التفاؤل ولا يعني عدم التشاؤم ولا هو الهروب إلى الأمام. الأمل معناه أن تبذر بذرة ويكون عندك القوة والتحمل أيام على الأيام الطويلة اللي تتحول بها هاي البذرة إلى شجرة حقيقية كبيرة ومتجذرة، بس على شرط تكون مؤمن بها حتى على الأقل تقدر تتفيف فيها. الأمل هو أن ترى ما لا يراه الآخرون، يعني تشوف المستقبل مثل الحقيقة. المنطق وتساعد الآخرين طبعاً أنه يشوفوا مثلك. المنطق يقول 1+8=9، بس الأمل إذا قال 10 يعني 10. واني مثل الناس مرات أجيبها منا أحطها هنا 9، بس من أشيل راسي لي فوق لا والله ذيكي 10. وهذا الواحد الإضافي هو اللي إحنا نقدر نسميه عامل الأمل. أنا ما تخبلت ولا انجنيت ولا حتى ضعيفة بالحساب، بس مستقبل الأمم هي مو معادلة رياضية، هاي معادلة معقدة مقدماتها لا تشبه نتائجها. إذا كان الواقع رمادي مو شرط يكون المستقبل أسود. على هالحالة كان هسه تشوفون هولاكو آخر سطر في حكاية قديمة اسمها بغداد، ومثل ما قال وين داير أنا واقعي لذلك أتوقع المعجزات. قصتي بدت ويا أول إحساس بالغربة، من فجأة إجا العيد وشفت ماكو عيد، ماكو لا قرايب لا هوسة الجهال اللي كنت أضوج منهم، لا باب بيت جدي الأبيض أبو السرقي المصدي، لا الهوسة والوجوه والقرايب والحنين. إجا العيد مسحوب من الألوان، شاحب وباهت، ما بي أصوات، إذاني صامت عن عبارات أوخ هايش طالعة اليوم، أيامكم سعيدة، كل عام وانتم بخير، الله بالخير. هناك من تريد تحكي راح تشوف العراقية تختنق هنا بزردومك وتوقف بالبلعوم، كل ما تريد تحكيها تضطر تبدلها بحرف ثاني حتى المقابل يفتهم عليك. اندليت كل خرائط الألم الموجودة بالغربة، وعرفت بالضبط وين يكمن إحساسك بالوجع من تأجر بلد تدفع له من سنين عمرك برصيد القلق، وبلدك الكبير الأصلي الملك موجود، أهلك ناسك تاريخك عالمك جذورك كلها موجودة، ما جاستها سراب ولا طختها ممحات. لعد ليش ما نرجع؟ ليش ما نرجع؟ كان يومية هذا سؤالي كمراهقة، ويومية أقابل بوابل من البكاء العويل وأتوسل يا ناس رجعوني وين وديتوني بدون إجابة. وقررت أعيش تجربة الوطن بطريقتي عبر الكتابة، وبديت أنشر مجلات وجرايد وصحف وكتب، أكتب عن البلد عن حنيني إلى، أكتب بلغة فخمة باستعارات قوية، استعارات لفظية ومحسنات بديعية، طباق وجناس وفصحى ثقيلة، بس كنت أحس الوطن بعده بعيد، وكنت حاكي بعدك يا وطن قاعد قبالي بيني وبينك أميال من الطاولات، قاعد قبالي ومتشتف تحكي برسمية،
تحكي بالرسميه واني ما كنت اريدك هناك يعني تقعد بعيد، كنت اريدك هنا يمي حتى على الاقل اذا اوقع اتكي عليك، حتى لو هزيل هم اتكي عليك. ورجعت خطوتين لورا وقررت هالمرة أعيش تجربة جديدة، تجربة الوطن لايف مباشرة بدون حواجز ولا رسميات. كنت أريد أشوف وأتعرف على أكثر ناس يشبهوني ويفتهموني ويعدهم أكثر من 3350 شيء بجملتهم الوحدة. وفعلا سويت صفحة أو حساب على الفيسبوك. الله، كلش هواية هنا، أكو ناس تقول كلش هواية. كان إحساس رائع ما له مثيل. بس أشو ذولك كلش هواية طلعوا كل واحد مكلب بصفحة، وهذا يقول إحنا من هاي الصفحة، وذاك يقول إحنا من ذيك الصفحة، وكل جماعة تسمي روحها إحنا وتتهم هذول الهم بخراب البلد. زيناني وين وأني منو؟ أني هم لو إحنا لو أني من يا صفحة؟ علمت من دروس الانثروبولوجي وخصوصا من كلاستر وشتراوس انه هويه كل مجموعه بشريه هي الذاكره، والذاكره هي مستودع الحياه، تفاصيل الحياه، اكلنا، شربنا، عاداتنا، تقاليدنا، طقوس الاعراس، طقوس الاحزان، الاشياء، التفاصيل البديهيه المنسيه بالذاكره المتربه التعبانه اثر تفاصيل الحياه. لذلك صحيح مثل طبعا ما قال إدوارد سعيد أن هناك شعوب تختلق الذاكرة، أكو شعوب تختلق الذاكرة حتى يصير عندها هوية. زين إحنا ما محتاجين نختلق ذاكرة، وعندنا ذاكرة منذ آلاف السنين، ذاكرتنا موجودة من آلاف السنين، ما تحتاج نختلقها، محتاجة بس ننقر عليها، نقعدها من سباتها المتخدر أثر المشاحنات الفئوية هذه. محتاج نستفزها، نستفز الانتماء حتى نقدر نرجع هويتنا ونرجع كل احنا من هاي الصفحة. وبديت اتحرش بالذاكرة. تتذكرون من كنا نحيي الشيخ اسم الله؟ زين تتذكرون من كنا نجمع الدعسوقات بعلب الشخاط ونتسابق ياهو يكمل رسمة الباستيل اسرع الدرس الفنية؟ زين تتذكرون اسماء محلاتنا؟ أزياءنا المتشابهة، أزياءنا الموحدة، طريقة علاقاتنا، صداقاتنا، أشكال الحب، أشكال علاقات الحب، أنواع الأغاني، أصناف الرولات، أشكال السيارات. تذكرون ردود أفعالنا المتشابهة؟ تذكرون من كنا كلش نتشابه؟ وصار عندي وطن من ألف واحد، صرنا ألف واحد بوقتها على الفيسبوك، صار عندي وطن من ألف واحد بذاكرة واحدة. وصرنا نكثر ونكثر، 2000، 3000، 4000، 10، 20 ألف، صرنا كثير. شهودة حبيبتي، هاي انتي ايش مدريش عبالك عايشة ويانا، هاي شو معرفك انه كل هاي التفاصيل انتي اختي؟ شهودة احنا بالديوانية كلش نحبك، شو وقت تجينا للديوانية نحطك فوق راسنا بس سولفينا عن ايام قبل. شهودة أمي تحب هاي الكتابات، تقول أحس أرجع بالتطعش من أقراها، وكل يوم ورا ما تخلص شغل تقول لي تعالي اقري لي حب ثمانيني. واني بعز هذا الزهو والفرح والإحساس بأنه أخيراً النبتة بدت تنبت، وفجأة يطلع لي واحد يابا على كيفك، انت جابك على الهور والبردي والقصب، شنو شكليتة بيبيتي؟ شنو هالسطحية؟ هايتي هواية يعني مصدقة روحك. عزيزي الفرنسي صلى على النبي أول شيء. عزيزي الفرنسي، أشعدكم بفرنسا من الفيلسوف الكبير رولان بارت كتب عن المكياج والأزياء والمطبخ والجبن الفرنسي والسيارات، أشو نطو مقعد بال أشو نطو الرولان بارت مقعد بالكولج دي فرانس، ما حد قال له أنت سطحي. ثقافة ما بعد الحداثة هشمت كل زجاج السميك وراحت للتفاصيل، اعترفت بلهجات الأمم وثقافات الشعوب. الثقافة الآن مو ثقافة
ضخمة، ثقافة بسيطة. الآن ماكو شيء اسمه سطحي وعميق، حتى المستنقعات ترى بها أعماق، مو بس المحيطات. هناك وتطلع لنا صديقتنا البلجيكية، تخبط كيف تعرفوها، صديقتنا البلجيكية ايش قالت لي؟ ترى ايش ذبحتينا، شنو كدري، شنو بازة، شنو قورة شاي، شنو بابا تي، ترى عيب، شنو هذا، مو ادب، هاي ايش قاعد تحكين، شنو بازة وكدري وسوالف وكعك و... ترى الناس تقرا ليش بس لان ترى شكلك زين، لا عبالك، شكرا حياتي، في دول الله انت احلى. يعني الصراحة أشكرك، بس عزيزتي منو قال لك أنه الشكل إلى علاقة بالكتابة؟ وأني مهمتي تتعلق بالهوية مو بالبلاغة، رغم أنه البلاغة تعني إبلاغ الناس وجهة نظرك بطريقة واضحة، والفصاحة تعني أن تفصح ما في دواخلك بطريقة يفهمها الآخر. وأني مهمتي تتعلق بالذاكرة، والذاكرة تتعلق بالهوية باللهجة، وأني من استفز اللهجة دا أحرك المناطق الخاملة بهاي الذاكرة. الثقافة الآن صارت ثقافة بسيطة، نزلت للشارع، طلعت من رطوبة المتاحف والقاعات المغلقة ونزلت للشارع. إحنا بزمن وسائل التواصل الاجتماعي، زمن البوب آرت، الفن الشعبي. إحنا الآن بزمن الاختصارات المذهلة، زمن الحكايات القصيرة، زمن تغيير المزاج القارئ. إحنا طلعنا من زمن السرديات الكبرى. أنا ما أقدر هسه أرهق القارئ بنص فك عضلات شفرات عضلاتي اللغوية بنص رسالته واضحة وصريحة ومباشرة، ووليد عجلة الخبر العاجل. ما عندنا غير اللهجة، اللهجة اللغة صارت لهجة، واللهجة هوية، وبدون لهجتنا منو إحنا؟ ما أخفي عليكم مرات تصيبني حالات من اليأس، أقرر أدير ظهري وأروح، بس وين أروح؟ واني اذا امشي بالشارع واكو واحد وراي يحكي بالتليفون يقول ها يابا، لا ارادي ان اندار عليه واقول له تفضل عيوني وتمنح حكياك، اسف، وارجع اكتب واكتب واكتب واكتب، اكتب بنص عالم مأزوم، مختلفين على كل شيء، على النشيد وعلى الجغرافيا وعلى التاريخ وعلى الاغاني، ومختلفين على الجيش وعلى العلم وعلى، واصعب شيء ان تبتكر غيمه تمطر. أكتب بنص عالم مأزوم مختلفين على كل شيء، وأصعب شيء أن تبتكر غيمة تمطر على الجميع، هاي الغيمة تمطر على الجميع بدون استثناء والكل يصيح الله وفويش. أصعب شيء أن تقترح أمل واليأس يتمشى بالشوارع، بس ما عندي غير حل، هو هذا الأمل وهاي منافذة وهاي كل قوانينه. وهسه من اتذكر صديقنا تذكروا صديقنا الفرنسي وصديقتنا البلجيكيه، ذولا من اتذكرهم شلون كانوا يتعاركون ويتناحرون، وبين كل واحد قاعد بمحافظه يقول لك انتوا دمرتونا، لا انتوا اللي اذيتونا، اذا من انتقم منكم فلا يهدى لي بال. اذا هذول اللي يتعاركون من تعرفون انه اليوم ذولا الاثنين بيناتنا، ودزوا لي رساله قالوا لي شهد جينا اليوم، جينا حتى نسمعك، أفضحهم لو الله أمر بالستر. من تدرون أنه ذولا عافة وشغلهم اليوم وجوي يسمعون هذا الكلام، راح تعرفون شيء واحد، راح تعرفون أنه الأمل، أنه هذا باختصار هو الأمل. ومن أقولكم 1+8=10، تعرفون شلون؟ 1+8+صديقنا الفرنسي=10، 1+8+صديقتنا البلجيكية شقد يساوي؟ هم 10. إذن الأمل هو أن تكسب حتى لو شخص واحد للأمل، وكل أمل أنه يرجع هذا البلد بنتيجة الأول ويجيب 10/10، كن أنت الواحد اللي يخلق هذا الفرق. ومن تشيل راسك راح تشوف أكو هواية ناس مثلك، ببساطة عشاق، يعرفون شلون يرتبطون بأحلامهم، يرتبطون بيها إلى أن تتحقق. والحقيقة اللي تنزل من وعاء، من الحقيقة من تنزل من وعاء الحلم، هي ألذ حقيقة ممكن تتذوقها. أنا ما عندي براءة اختراع، لا،
بس عندي شوية أمل إذا يتوزع على بنات وولد بلادي ممكن يخلق آلاف ومئات وملايين الاختراعات، وممكن يجيب ألف عالم يوقف هنا على هذا المسرح يحكي لكم شلون غير العالم، بس صار بلده يحتويه ويحميه وجوازه يدخله كل بلاد العلوم بلا أحم ولا دستور. شكراً.